اللي تم الإعلان عنها من هيئة الترفيه، وطبعا ده بالتعاون مع الشركة المتحدة. شايف ازاي الحراك السينمائي وكل النجوم، وكمان دمج النجوم الكبار، يعني أحمد عز وكريم عبد العزيز، حلمي وكريم عبد العزيز، كمان النجوم اللي طالعين الجداد، طه الدسوقي وعصام عمر، آسر ياسين، أكرم حسني، كل لا النجوم. لا، شايف ازاي بس الحراك آسر ما السياسي؟ عادش جديد قوي، لا يعني في ليه ما لا مش آسر، يعني عصام عمر طبعا وطه طبعا الدسوقي، اللي طبعا هو كل طبعا طبعا نجوم الصف الأول أو كل الناس المشاهد مستني يشوفهم دلوقتي. شايف ازاي الحراك السينمائي ده وكمان دمج النجوم مع بعض؟ بصي، خلينا نقول حاجة، إنه مصر عندها الكتير. طب هو يعني إحنا لغاية السنة اللي فاتت في أكتر من اسم، داش وعمر وعصام عمر ما كانوش بالوهج ده. لما اتعمل لهم مسار إجباري بقوا في البؤرة، والرهان عليهم كل واحد فيهم بطل مطلق في مسلسل. صحيح. مصر عظيمة جدا وبتدي كتير. طيب احنا اللي حاصل ده في الترفيه كويس، في هيئة الترفيه، واللي بتعمل فيه أفلام على مدى سنة أو سنة ونص هتطلع، ومسرحيات وأعمال درامية ده يحفزنا بقى. الجانب الإيجابي إيه؟ أنت في وطنك في مصر، وفي ظل وجود وزير ثقافة جديد الدكتور أحمد فؤاد هنو، إنه نفكر طب إحنا إزاي بقى نعمل فن عظيم؟ إزاي نستعيد وجودنا؟ إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا في المنتج السينمائي، والأسباب معروفة. مؤخرا والأسباب معروفة، صح. منها مثلا إن أنا لغاية سنة 2016 كانت مصر بتمنح دعم 25 مليون، وكان ساعتها 25 مليون جنيه رقم قوي جدا، لأن دايما بتحسبيها بالدولار. كويس، كان رقم قوي جدا. نزل خبر في كل الجرائد على لسان رئيس الوزراء الأسبق الأسبق. إنه هتزداد الرقم من 25 ل 50. منذ ذلك الحين اللي هو 2016، وبعد نشر الخبر ده في كل الجرائد، ولا مليم جه، حتى ال 25 ما جوش، توقف الدعم. الدعم ده كان بيدي فرصة لخمسة أفلام كل سنة تمثل السينما المصرية في الداخل والخارج وتفتح نفسنا، وبعدين بتعمل نوع من العدوى الحميدة. يعني ايه عدوى حميدة؟ يعني انا لما الاقي في فيلم مهم بينتج ويجيب ببقى مردود عايزه حلو، انافس واعمل زيه. وانا بقى في بلدي هحاول اعمل احسن منه، وهكذا. ده كمان فقدناه. الجزء الثاني المهم، وارجو ان وزير الثقافة يهتم بيه جدا، الرقابة. المسموح الرقابي هبط السقف كتير. لا، مصر لازم تفتح، لازم سقف، لانه بيحصل ايه؟ اغلب المخرجين والكتاب عندنا بيتوخى الحذر. اول ما تتوخى الحذر ما بتعرفش تكتب. لانه ليه بيتوخى الحذر؟ فوجئ بانه اكتر من سيناريو قبل كده اترفضوا. فوجئ بان بعض الافلام موجوده في الرقابه لم يتم عرضها، ودي حاجه مسكوت عنها مش بيجيب سيرتها. في افلام لم تعرضها الرقابه اعتراضا. لا لا، ما ينفعش. فلازم يبقى في تدخل. انا لا ادين الرقيب كشخص، لا لا، في معايير معينة بيتم الاستناد إليها بصرامة. لا، يجب أن يأتي من يفكر بمرونة أكبر عشان تمشي الأفكار. حضرتك شايف وده الحراك قوة مصر. السينمائي اللي حاصل دلوقتي والتعاون بين المتحدة وهيئة الترفيه بالاشتراك والتعاون مع كم من النجوم دول، هيعود ازاي على ال ما أنا لسه قايلك، أنت في الآخر أي فيلم عمل فني بينتج انتاج مشترك او داخلي او هيعود حتى او بالإيجاب عالم، بقى علينا؟ ده اللي حضرتك قلته. لازم انت كسينمائي هتحاول توصل لما هو اعلى واجمل. يا جماعه، العدوى الحميده بتبقى في النجاح. الغير